السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على مدينة جديدة راهي تطلع غير بالعقل وفي الخفاء بدون ما نتكلموا عليها ولا واحد يتكلم عليها. وهي كانت بضعة أحياء متبعثرة وبدأ البناء فيها منذ 10 أو 15 سنة، ولكن بدون ما كان مخطط لها أن تكون مدينة كبيرة. لكن في الآونة الأخيرة تم تدشين إنشاء بعض الأحياء الجديدة حولها. يعني بدأت في الأول كانت حي، هذا بما يسمى حي عين المالحة، كان حي تاع عمارات، بضع العمارات. ثم بدأت أحياء أخرى في محيط هذا الحي، وبدأت تظهر ملامح نتاع مدينة جديدة بأكملها. فينيهم صاحبي؟ وكثرة الطرقات حول الحي، والآن هنا نقترب من محول، واحد من أكبر المحولات في الجزائر من ناحية عدد الأروقة اللي فيه، هو من نوع تريمي نفق، فيه 4 أروقة، زوج من يدو زوج يجيبو، زائد رواقين نتاع التوقف الاضطراري. ومن الفوق كاين هنا نشاهد من الفوق تهيئة نتاع فوارة على شكل يعني مطول مش دائري. وهنا نلاحظ العمارات من كل جهة تم إنشاؤها على من كل جهة. هي الأحياء كلها الجديدة كلها عمارات من هذا النوع. يجي النهار وين نولي نقبل هذا النوع، وهذا النوع تاع العمارات المربعات يفرض نفسه كطراز معماري جديد. في الأول ننزعج منه، وبعدين نولي يفرض نفسه كطابع عمراني. المهم هو يعني في البناء، يعني في البناء السكنات هو سي لا فونكسيوناليتي، عامل سكون ابل لا فونكسيوناليتي، لازم السكن يكون مفيد ويصنع وما يطرحش مشاكل من ناحية العيش فيه. هذا هو المهم، أن الساكن عندما يعيش يسكن فيه يلقى الراحة تاعو، يلقى كل المصالح موجودة أمامه، وهذا هو المهم في عملية التعمير. الشكل لا يهم الشكل، قضية الشكل هو الشكل تاع العمارة، هي مسألة كما نقول احنا ستانغو. المهم ان هنا نشاهد هذه مدرسة، وهي الأحياء في كل وطن كثيرة جدا وبهذا الطراز. هذا هو الطراز المعماري اللي فرضته الدولة علينا، هو المربع أو المكعب، هو الحجم يعني البليرونطابل من ناحية الفضاء، هو المربع. ونشاهد هنا هذا الحي الجديد، هذا مش بعيد على مكان عين الملحة. ودوك نروحوا لعين الملحة، هي النواة نتاع المدينة هذه. وهنا نشاهد محول آخر هنا صغير، كان هنا على هذا كان هنا طريق يدي العين الملحة، مازال ما اكتملش. هنا الجهة الأخرى نتاع الطريق.
وهذه الطرقات في هذه المدينة هذه كاين نوعين، كاين الطرق الخارجية كما الطريق اللي رانا فيه، وكاين طرق داخلية بين العمارات في ال وهنا الطرق الداخلية هذه حاجة جديدة مختومة بالبيتون امبريمي. هنا الفضاء كل الطرقات هنا اللي لداخل ما بين عمارات في الأحياء هنا مختومة بالبيتون امبريمي لداخل. هنا رانا داخل أحد الأحياء بتاع المدينة الجديدة هذه. مش غير نلاحظ أن الأشغال ما زالها جارية. هنا عندنا اين سنترال بيطون، وهنا الأشغال ما زالها ما غير لم تكتمل. والشيء السلبي يعني في بعض الأحياء هو الضيق، رغم أن البلاد ما شاء الله طويلة وعريضة، رغم شساحة الجزائر تضيق عند بعض المسؤولين. وهنا نلاحظ بأن الأرضية نتاع المدينة هذه يعني الموقع مش جاي مسطح، فيه عمل كبير من حيث التراسمون يعني اللي تحضير المسطحات اللي تستقبل العمارات. من المفروض الطريق هذا كان فيه يكون فيه أشجار، الطرق المزدوجة هذه هي اللي يوالم فيها غرس الأشجار. ولا هذاك لو تير بلان سنترال، لو تير بلان سنترال هذا الفضاء الموجود اللي يفصل الرواقين تاع الطريق، المفروض هذا الآخر يكون عريض وفيه فضاء تاع التخضير. اسمح لنا نروح. وهنا نوصل للمحول الكبير هذاك، ونروح جهة الجزء القديم من الحي، يعني تبنى هذه مدة 10 سنين أو 12 سنة، ونشوف الزبالة. يا جماعة الزبل هذايا رفيد تاع الزبل، رماساج نتاع لي زور في الليل، رماساج نتاع لي زور ديور في الليل، والنهار يكون الحالة نقية. هذه لازم كل المسؤولين يفهموها. كذلك تنظيم الأسواق هذه الفوضوية هذه، هنا شاحنات على طرف الطريق. لازم فيها يكون فيها تنظيم تاع عملية البيع. وهنا هنا نشوف الدقلة
الدقلة ب 20,000، الدقلة ب 20، ما شاء الله. وهنا نشوف الجهة نتاع المدينة الجديدة، فيها مرافق، الله يبارك. راني نشوف. وهنا الجهة الأخرى، المدينة القديمة الجديدة، ونشوف هنا التصبير تاع الأشجار كيفاش مزبورة، تمد منظر جميل، تمد منظر جميل. وأنا بعد ما تفكرت يعني قضية الغبار، هي كثرة الغبار من كثرة الورشات نتاع البناء، الله يبارك. والزبالة متروكة للنهار، لازم رفع الزبالة يكون في الليل. نشوف اللون الأصفر نتاع الغبار هنا موجود في كل مكان، لأن الورشات حول المدينة هذه كاين ورشات كتير، يعني الحافلات، يعني لما تربد الورشة، تربد التراب هذا، من كيكون الورشة يكون فيها كمية كبيرة تاع التراب، والحافلات الشاحنات عندما ترفع التراب من الورشات هذيك تديها أماكن التفريغ، تترك الغبار في الطرقات وكذا. هنا رانا في الحي القديم بتاع المدينة الجديدة، وهنا في الحي هذا تاع ما يسمى عين المالحة، هذا هو الحي اللي نعيطولو عين المالحة. نشوف كثرة الاخضرار، لأن الحي قديم، الأشجار كبرت، الله يبارك. نشوف كذلك، نلاحظ بأن العمارات كلها مرتفعة، يعني ما بين 14 إلى 16 من طبقة في كل عمارة. وكل عمارات، في كل مدخل عمارة كاين زوج مصعدين. شوف الله يبارك، العمارة كيما هذه فيها 16 طبقة، في كل مدخل كاين مصعدين. وكاين في بعض الأحيان، نعرف الناس يسكنوا هنايا، ودخلت هذه العمارات، مشكل في العمارات هو المصاعد، مرة طيحهم بان، فيها مشكلة تاع المصاعد، طيحهم بان، باسكو لا كاليتي نتاع المصعد، والضغط، يعني الضغط نتاع الاستعمال نتاع المصعد، يؤدي الى كرسي واحبس التوقف، او يعني خلل في العمارة، في المصاعد. لكن دائما تصيب مصعد موجود، دائما تصيب مصعد، لانه في كل مدخل، في لاكاج ديسكالي هذيك، أمام بجانب السلم عندك زوج مصاعد. إذا في كل عمارة عندها زوج مداخل، معناها عندها 4 مصاعد. وأنا نشوف على الجانب، على اليمين، ورشة، هناك ورشة نتاع أشغال على اليمين، وهنا محلات تجارية. كاين مشكل آخر كذلك، هو مشكل تاع ركن السيارات،
ضيق ضيق. هذه الأحياء هذه تخصها دي باركينج هنايا. يعني أنا نعرف باللي العائلات هذه الأغلبها قادرين، يعني لو كان فيها دي باركينج، حتى ولو كان هذاك الباركينج تخلص، يعني قادرين يخلصوا يعني ويخلوا السيارة تاعهم في الباركينج وتكون مضمونة محروسة. يعني ماشي ممكن يعني. وهنا نشوف أحياء أخرى بجوار المدينة. هنا على اليسار الأحياء، الحي جديد، وعلى اليمين حي قديم. وهنا نروح حي آخر إن فيه العمارات مش كتير طويلة، كتير مش عالية، كتير هي 6 طوابق. وراح نشاهد طراز يعني مختلف نوعا ما عن الطراز اللي شفناه من قبل. نشوف يعني باللي في الأحياء القديمة فيه بعض الأشجار، لكن غير يعني مش بصفة منظمة، لأن التشجير وال الفيرديسمون، سكون ابل الفيرديسمون، التخضير نتاع الفضاءات، يحتاج يحب النظام من ناحية لالينيومون تاع الأشجار، استقامة الأشجار وزرع النباتات. فيه بعض الأشكال هندسية تعطي. أنا لاحظ فيه جهد من ناحية التهيئة الخارجية نتاع العمارات، استعمال الأقواس وكذا. لاحظ أن في هذا الحي فيها جهد في تحسين الواجهات. لكن التهيئة ما كاش صيانة، صيانة غائبة. هنا صيانة غائبة نتاع الأرصفة حتى من ناحية طالع انت على العمارات ناقص. هذا الحي هذا يخصه الصيانة من ناحية الاعتناء به. يعني احنا عندنا النمط العمراني نتاع لو نيو موريسك اللي اكتسبناه عبر تراكم الحضارة الإسلامية منذ قرون، يعني منذ عهد الخلافة في الأندلس اكتسبنا عناصر هندسية رائعة. لازم نستغل هذا الزخم العمراني. ونأكد لكم حاجة، هو أن مثال في قضية الهندسة المعمارية الموريسكية، الجزائر هي أول دولة تستعمل هذا النمط العمراني، وهي الدولة التي توجد فيها أكبر عدد من البنايات من نوع الموريسكي.
في العالم، ونوع رائع ولازم نستمر فيه. لازم في العمارات الجديدة نستعمل هذا الأنماط نتاع الهندسة الموريسكية ونجدد فيها، ندير تجديد، ندير بعض الأرتوش، يعني ندير ندخل بعض عناصر جزائرية ولا عناصر عصرية في النمط المعماري النيو موريسكي. نستعمل بعض الموتيف يعني في العمارات نتاعنا، نقدر نستعمل دي موتيف نيو موريسك في البنايات نتاعنا، تمد طابع. هي في الحقيقة هذا النمط المعماري تاع النيو موريسكي مستعمل في البنايات العامة نتاع في الجزائر، في إنشاء مثل الوزارات الجديدة ومقرات البلديات والدوائر، كلها تستعمل فيها النمط المعماري النيو موريسكي. هذا شيء جميل. لحبذا لو نزيد في العمارات هذه، في الأحياء الجديدة، نزيد ندخل بعض العناصر تاع الهندسة في الأحياء الجديدة نتاعنا. وهنا نروح لحي آخر موجود على الجانب الآخر من الطريق السريع، ويا ما بين الحي هذا اللي على اليمين والحي على اليسار هناك طريق سريع، لكن فيه اثنين محولات اللي وصلوا بين الأحياء الجزئين هذو يعني. وهنا واحد من المحولات، هنا هذا محول راه قيد الإنشاء، كانت تريمي هنا تمر تحت الطريق السريع باش تروح للجزء الآخر نتاع المدينة. وهنا نشوف باللي الأشغال ما زال مستمرة، ما زالها مستمرة، المدينة ما زالت تزيد تكبر، رغم أن الحجم نتاعها لحد الساعة لحد اليوم كبير يعني. وهنا نشوف أنه بعض هنا في الأحياء هذه كاين تشجير، توزيع تاع بعض الأشجار. لحبذا ويكون فيها سكوير، مربعات كبار شوية تاع الحدائق صغيرة داخل المجمعات السكنية، وتكون مفتوحة على الفضاء الخارجي مش تكون مغلقة يعني داخل تكون مفتوحة. هنا كذلك نلاحظ أن الأرضية داخل العمارات مخدومة بالبيتون امبريمي. ونزيد بعدين نزيد نروح نذكر المشاهدين أني بعد الفيديو هذا نزيد نروح الخرائط جوجل، نشوف ندخلوا في الخرائط نتاع جوجل ونشوف المدينة هذه من الفضاء كيف تظهر، وكيف التوزيع نتاع الأحياء تاعها، وكيف الطرقات ديالها، ونشوف هذه المحولات اللي شفناها الآن، فيها زوج محولات نشوفوهم في الخارطة جوجل منين يدو وين يجيبو كل تفاصيل نتاع المدينة الجديدة هذه. هي في هذه المدن الكبيرة هذه المفروض يكونوا فيها دي بولفار، والطابق الأرضي توجور دائما 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 لازم يكون فيه 4 أمتار على الأقل في العلو نتاعو. هي العمارات البنايات العلو هو 3 أمتار والمترين متر وثمانين أو 3 أمتار في الطوابق العليا. اما في الطابق الارضي لازم يكون فيه ان بولفار، والواجهه نتاع البولفار لو بينيون، سكون ابل لو بينيون سور ري، لو بينيون كي دون سور لا ري،
الواجهة اللي تمد على الطريق هي لازم تكون فيها في العمارات الطابق الأرضي ماشي سكني، ما لازمش يكون سكني. هي في الأساس يعني السكنات ما تكونش على الطابق الأرضي، تكون محلات، وخاصة الحال العمارات اللي عندها لو بينيون سور لا رو، اللي عند الواجهة على البولفار، تكون محلات نتاع تجارة، لأن هذا الناس لازم لهم أماكن وين يقضيو مصالحهم، يروحوا يشروا وكذا أشياء كثيرة يقدروا يديروها. وكذلك الطابق الأرضي في بعض الإمارات، علاش ما نخصصش بعض العمارات طابق الأرضي طابق أو طابقين، ندير فيهم كراش روضة، ندير فيهم مدرسة، ندير فيهم مكاتب تاع مستوصفات، ندير فيهم للأطباء وين يخدموا، نديرهم صيدلية، نقدر نخلي يعني في الأحياء هذه الجديدة كاين أحياء مغلقة على نفسها، وهذا من ناحية مش ما تعتبر داخلية، لكن كاين بعض العمارات تجي على الواجهة الخارجية اللي تمد على البولفار، تمد على الطريق العام، الطريق كان الناس تمر فيه، كما هنا المكان اللي رانا فيه هذا مكان داخلي، هنا مش بولفار، هنا تقدر تكون سكنات في الطابق الأرضي. أما كما هنا مثال دوك، هنا نروحوا الطريق هذا طريق خارجي، هنا الناس تمر فيه، دوك نعاون ندخل طريق داخلي. وهنا نلاحظ كثرة الاستعمال النباتات والتشجير والأشجار، هناك في فضاءات للتشجير وقرب العمارات. هنا نشوف باللي الناس راهي لاتية بالاخضرار، فيرديسمون. هنا الطريق مغلوقة لأن الحي داخلي، هنا حي داخلي. هذه الأحياء فيها نوعين من الأحياء، هناك الحي الداخلي، معناه إذا رحت للحي هذيك رايح للمكان هذاك تسكن فيه، هذا يعتبر حي داخلي. وكاين الحي الخارجي وين الطريق اللي فيه تكون إنسان يقدر يمر منه، مش بالضرورة تسكن فيه، هذاك يعتبر حي خارجي. هنا اللي يدخل الحي هذا هو غير اللي يسكن هنا في المكان هذا، هذا نسموه حي داخلي. وهذه الأحياء الداخلية تكون فيها فضاءات للألعاب تاع الأطفال، ولا داعي باش تكون فيها مثل فضاءات تاع التجارة، مش داعي تكون فيها دي لوكوت كوميرس، لا ما تسحقش، تسحق غير الفضاءات للألعاب للأطفال، هذه هي الأحياء الداخلية. وبعد ربما بعد ما الأماكن لركن السيارات كما الحي هذا اللي رانا فيه. هذا حي داخلي ومخدوم بالبيتون بريمي، ونشوف الاخضرار موجود. هنا رانا في الطريق، هنا سكون ابل الطريق العام، هذا طريق عام. هنا رانا في حتى ولو كان فيه عمارات من الجوانب، لكن يعتبر طريق عام وحي، يعني الحي يعتبر خارجي من هذه الجهة. كما هنا ممكن هنا ندير لوكوت كوميرس، ونشاهد مدرسة على ما أظن، هذه مدرسة، هذا طريق خارجي. هنا على الطريق انا على هنا في الطرق الخارجية ممكن ندير دي لوكوت كوميرس، كما هنايا هذه هنا نورمالمون السكنات، ما فيش سكنات في الطابق الأرضي، لازم تكون عبارة على دي محلات تجارة. هنا كاينة مدرسة متوسطة، متوسطة. وهنا نشوف ورشة،
ما زالها تشتغل، إذا أعمال توسعة ما زالت. وهي هنايا هذه المساحات الخضراء المحاذية للعمارة، هذا خطأ، هذا خطأ كبير. هنايا لي زيسباس فير، هذا الكازون اللي محاذي مع الحائط نتاع العمارة كما هنا كذلك، هذه غلطات هندسية لا تغتفر. علاه؟ لأن الأمطار كما تنزل هنا على الحائط نتاع البناية يروح يمر مباشرة للأساس نتاع العمارة. هنا الأمطار، الأساسات، مياه الأمطار توصل لها، لأن التراب اللي فلتران، التراب ليس كالإسمنت الخرسان فالمفروض مع العمارات ما يديروش ليسباس فير لحماية الأساسات من الماء، لأن الماء هو العدو الأول للخرسانة. الغازون، الاسباس، الاسباس فير لاصق في الباطيه، في الح... في في الباطيمه، في العماره، هذا شيء المفروض العماره التور تور تاعها يكون مغلوق بالبيطون، الاسمنت بيطون، او مش أمال، لان المياه نتاع الامطار تنزل على الحائط وتهبط للساس لتحت، إذا كان فيه تراب يعني ما التراب ما يمنعش الماء. هنا مقر نتاع الدرك الوطني، نشوف فيه بعض الأشجار يعني، ولينا كي نشوفوا الشجرة نتكلموا عليها، لأن يعني في المفروض تكون هذه الأمور من البديهيات، ما نبقاش نتكلم غير على الأشياء هذه. هنايا ورشة جديدة، ورشة راهي الله يبارك، وهذه قلنا متوسطة، وهذه مدرسة أخرى ابتدائية. هنا المرفق، هذا المهم، هو مرفق عمومي. وهنا منطقة حقناء إلى أطراف المدينة. هذا طريق مزدوج ما زال لم يكتمل. سنشاهد كل هذه الأماكن هنا، سنشاهدها على خرائط جوجل، ستظهر، ستظهر على خرائط عمو جوجل، عمنا. أنا قيل مغلوق، مغلوق الطريق. كما المربع هذا اللي نشوفه على اليمين، هذا المربع هذا يليق يكون حديقة. وهنا نشاهد التراب لاصق مع المساحة تاع الترابية، لاصقة مع العمارة، وتوسخ العمارة، شوف لو بسخ لي في الحيط، في الحيط. إذن المفروض ما كاش لي زيسباس فير في اللاصقين في العمارة.
وهذا الفضاء هنايا على اليمين المفروض يكون طالو، يكون مخدوم مفيني، طالو مفيني وغازون، والحائط المفروض في يكون فيه غلاف مغلف. هذا طريق خارجي، هنا رانا في طريق خارجي، طريق عام. من نخرجه؟ هذا فيه قدرة، ما بال خدوم بالقدرة. هنا ندخل للداخل، طرق داخلية نلقاها مخدومة بالبيطون بريمي. هنا نحاول نلقى المخرج نتاع الحي هذا باش نخرجوا للطريق السيارة. هي العلو نتاع العمارات هذا يعتبر جيد، مش طويلة مش عالية كتير، يعتبر جيد. وثاني حاجة واحدة أخرى، يعني في قضية الطلاء نتاع العمارات، لو روفاتمون اكستيريور نتاع العمارات، يا ناس خليونا من هذاك التيروليان الحرش هذا، كريبيساج عيطولو كريبيساج، لأن الطلاء الخارجي نتاع العمارة هنا رانا نشوفو التريمي تاني، راه قيد الإنشاء اللي يوصل الجزئين ما بين نتاع الحي، ما بين طريق السيار وهذا ما هذا التريمي هذا، تمر تحت طريق السيار. نولي نتكلم على الطلاء نتاع العمارات. الطلاء نتاع العمارات تاع العمارات المفروض يكون ان ريفيتمون اونتي بوسيير، اللي ما يقبضش ما يحكمش لا بوسيير. كي يكون ريفيتمون لازم، هو واش معناته ريفيتمون تي بوسيير؟ ام ريفيتمون تي بوسيير معناه ريفيتمون ليس، المساحه ديالو تكون ليس. كتجي الامطار تغسلو باطيمات التغسل، اما اذا كان حرش ريفيتمون تحكم فيه لا بوسيير والامطار ما تغسلوش، اذا لازم نمنعو هذا التغليف بالتيروليان، نديروهم يعني هذاك الغلاف الحرش هذا يشد الغبار. الآن رانا في وصلنا في الطريق السريع يروح للبراقي والحراش والدار البيضاء والوهرن. احنا دوك نتحول اتجاه الدار البيضاء. والسلام عليكم، وهنا نشكركم على المتابعة نتاع الفيديو رغم أنه طويل. نشكركم والسلام عليكم.